السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. مهم اليوم غنحضر معكم واحد الحرشه اللي كتجي رائعه. كما كتشوفوا هنايا عندي السميده رقيقه، درت معها شويه ديال الخميره الطريه، وهنايا هذا شويه ديال الزيت باش غادي نخلط هذيك السميد. غادي نضيف عليه واحد الفاني ومعلقه كبيره ديال السكر سنيده والملح. وهنا انا سخنت الحليب مع الزبده، ضفت هذيك الساشي ديال الفاني ديال الفاني، ودابا غادي نخلط هاد السميد مع داك الزيت تقريبا واحد جوج معالقات. غادي تخلط ليه العناصر، صافي غنخلط بالحليب. حليب والزبدة غنبدا نضيف. حليب راه دافي، هو دايبة فيه الزبدة، هي ما كتبغيش تدليك. ما نخلوش قاصحه ضروري مع السميده، راه غتشرب الحليب وغتنشف. صافي على هذا الشكل غنخليها دابا ترتاح. ترتاح لي غير شويه، واحد 5 دقائق تشرب لي هذاك الحليب. صافي ورجع معكم ان شاء الله. هنا كما شفتوا بعد ما شربات هذيك السميده، صافي جبت مقله على هذا الشكل. بغيتو نتوما ديروهم صغيورين ديروهم، بغيت تخلوهم كبار انا ندير وحده كبيره. هنايا شويه السميد بسيتو بالزيت، غادي نفرشوه هنايا لتحت. نديرو في المقلة من تحت باش متلصقش ليا ديك الحرشة. صافي غنهز الحرشة نقلبها في المقلة. بعد ما قلبتها دابا غنبدا نقاد فيها ونرش شوية السميد. هذا كامل من هذا الشكل. نحاول نجيب واحد المعلقه ونقادها من الجناب، معلقه صغيره غير هكا.
غداء الحواشي كاملين يجونا مقادين. بهذا الشكل دابا قديت ليها الحاشيات، صافي ونقادها ثاني بيدي من الفوق. ونقص البوطه، البوطه دابا غادي نقصها باش طيب هذيك الحرشه. صافي نخليها طيب على خطرها من التحت، هذا نقلبها من بعد. المهم نرجع معكم ان شاء الله. حبيباتي بعد ما حسيت بها يعني طابت من التحت، دابا غنجيب هذه باش غادي نقلبها. المهم هنا بعد ما قلبتها على هذا الشكل ممكن تشوفوا، يعني نستناها دابا طيب ليا من الواجهه الاخرى ان شاء الله. المهم هنا بعد ما قلبتها على الوجه الاخر كما كتشوفوا تحمرات، يعني نعاود نحمرها ثاني من الوجه الاولاني باش تجي مدير ملا تجي مقرمشه سخون. المهم حبيباتي كما شفتوا بعد ما طابت الحرشه هانتوما كيفاش جات، كتجي لذيذه كتجي رائعه. ديروها الفطور اولا الكوتي مع شويه العسل فروماج اولا الزبده وتقدموها، كتجي زوينه وسهله وسريعه دغيا، ما كتحطلش بزاف الوقت ودغيا كطيب وكتجي لذيذه. المهم هنا بغيت نقطع معكم طريف واخا بقا سخونه كما كتسمعوا كتجي مقرمله، تعجبني انا هكا مشكونش بليضه بزاف ومشكونش تاني رقيقه، باش انا مخليتهاش خمرت يا شربات هداك الحليب صافي ودرتها طيب. سمحوا لي راه سخونه شديش. ونقطعها بشوية ويمتهكسس ماشي مشكل. هانتوما كيفاش كتجي من الداخل كتجي رائعة. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الإعجاب ديالكم وتجربوها وتردوا ليا، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو قادم. ما تنسونيش من التشجيعات لايكات ديالكم التعاليق الزوينين، واللي باقي ما مابونيش يتابوناو ويفعل زر الجرس باش يوصل كل جديد اي وصفه كنقدمها في القناه ديال اطباق سوسو توصلكم. وما بقى ليا نقول لكم السلام عليكم ونتلاقاو ان شاء الله فيديو قادم. سلامه.